الثقات ديالنا. ايه واخا الوغ واحد الثقات يعني سهل وما فيش التعقيدات او المراحل. في قطريه كنحتاجوا واحد ثلاثه د البيضات يكونوا بحراره الغرفه يكونوا كبارين شويه الا كانوا صغار يعني كديرها بعد ديال الحبات ورشه ديال الملح وواحد ساشي ديال السكر الفانيلا وكندير واحد 200 غرام ديال السكر يعني سكر الحبيبات وجوج معالق ديال الزنجلان الزنجلان بلا ما نحمروه يعني كنخليوه غير هكاك لانه راه كيتحمر في الفران وواحد المعلقه كبيره ديال النافع يعني حتى هو ما كيكون لا مطحون لا والو و 200 غرام 200 مليلتر ديال الماء و 200 مليلتر ديال الزيت. هاد السوائل كلها كنخلطوها ممكن تزيدوا واحد جوج معالق ديال الزهر من الاحسن يكون الا كان الروح الزهر يعني كديروا غير جوج نقيطات الا كان الماء كديروا جوج معالق الا كان الروح كديروا جوج نقيطات يعني كيكون مجهد بزاف وكنديروا واحد كاس ديال اللوز يكون خضر صافي هاد المكونات كلها وهاد السوائل يعني كنخلطوها مع بعض وكنبقاو نضيفو الدقيق على حسب الخليط يمكن غير تخلينا واحد كيلو و100 غرام كيلو يعني كل نوعيه ديال الدقيق وعلى حسب شنو كتدخلنا وكنديروا واحد الخماره يعني ما تنديروا جوج خمارات غير خماره واحده فقط وكنقسموا العجين يعني من بعد ما كنجمعوها كنقسموها على خمسه ديال الكريات وكنشكلوها على شكل حرابل الحرابل بالنسبه ما يكونش غليظ بزاف وما يكونش رقيق بزاف يعني متوسط الحجم باش كيعطينا الفقاس ديالنا ما كبيرش وما صغيرش يعني هو هذاك صافي من بعد كان ندهنوه اما بالقهوه السريعه الذوبان مع الماء او الكاكاو والماء سخون يعني كنكتو داك الكاكاو باش كيعطينا داك اللون او كنديرو صفر ديال البيض مع قهوه سريعه الذوبان او صفر ديال البيض مع الكاكاو او الحليب مع الكاكاو يعني جميع الوسائل اللي غيتلون لينا داك الفوق ديال الفقاس نديروها ماشي مشكل يعني كيقول لك البيض كيأثر على انه كيتشقق ما كاينش هذاك لا يعني الاثار ديالو ما تكثريش فيه الخميره الخميره ديال الكيميائيه هي اللي كتبقى تطرطقو صافي من بعد ما كندهنوهم وكنديرو لهم بالفورشيت داك واش كيقولوا لي داك الشريطات اللي كيكون الفوق الفقاس صافي من بعد كندخلوهم يطيبوا لمده ديال 45 دقيقه بالنسبه للفران دائما يكون بارد كنشعلو كنوضعو في داك الفقاس ديالنا كنحسبو 45 دقيقة كنقيسو كنحسو انه ضعف الحجم ديالو صافي يتحمر لينا شوية من تحت كنعرفو راه واجد صافي من بعد كنشدو داك الفقاس ديالنا كنشدو واحد الفوطة اللي كنفزكوها بالماء يكون بارد وكنعصروها مزيان حتى ما كيبقاش فيها الماء نهائيا وكنغطي الفقاس ديالي لمدة 6 سوايع الا كان عندك الوقت درتيه بالليل يعني يستحسن انه يبات ما كانش 6 سوايع 5 سوايع يعني الفقاس ديالك يكون واجد صافي من بعد ملي كدوز هاد المدة هادي كتقسمو الفقاس على شكل مائل بواحد السكين اللي يكون حاد وكنستفو يعني في العطا ديالنا وكنبقاو نحمرو عادي يعني كنحمرو من الجهة الأولى ونعاودو نقلبو من الجهة الثانية بالنسبة للعافية كتكون مهيلة يعني باش كيعطينا داك اللون واحد ماشي جناب محروق في الوسط هذا وكيجي محمر كيجي محمر وزوين كيجي بزاف غزال وكيبقى يعني في داك القرمشه ديالو لمده طويله يعني حتى كيسالي لكم فقط يعني صراحه هذا هو الفقاس المعتمد اللي مشكور على طريقه الفقاس يعني بطريقه ديالك ومع هاد الاسرار يعني ديال باش يصدق لنا من المره الاولى ونتمنى المستمعات اللي كانوا طلبوا الفقاس يعني يسجلوا معنا المقادير والطريقه. الله يعطيك الصحه سهيله بارك الله فيك.